اخيرا رحنا افريكانو بارك. اول حاجه يا جماعه رحنا ليها كانت اللاما كانت عسوله قوي، بس انا برضو كنت خايفه يعني. بعد كده عدينا كده على شويه قرود ورحنا للنعام، وده انا مش فاكر اسمه بس هو كان لطيف. رحنا بعد كده للغزلان، دي كانت الطف حاجه في اليوم. لا لا ما كنتش خايفه يا جماعه، دي انا كنت بلعب وما كنتش خايفه خالص خالص. بعد كده الجمال وكنت خايفه منها لانها كانت بتدخل من الشبابيك. وبعد كده رحنا كده على اللي هو الفلامينجو، كان برضو لطيف قوي. وبعد كده التشيتا حلوة قوي يا جماعة، بس كنا خايفين برضو يعني. بص شكلهم عامل ازاي، ايه ده احنا فين يعني. بعد كده اكلت بقى سيد قشطة. بص بقى يا جماعة، الورد دي كانت اكتر فكرة مخوفاني. بص السلاحف بقت وصلت للاكل، كنا احنا يأسنا من حياتنا اساسا. عدينا بقى في رحلة نيلية كده للمعيز دي والبطابيط، وده كان شمبانزي كنت خايفة منه برضو. بعد كده دخلنا بيت الزواحف، تعالى اوريكم كده سريعا يعني ايه اللي موجود جوه بيت الزواحف. اكتر فكرة استمتعت بيها كان كأننا جوه كهف كده، وكانت الدنيا ضلمة يعني، حسيت بالاجواء دي. البومة يا جماعة، وده اللي هو ابو الشوك اللي هو القنفذ يعني تقريبا، وده كده كان اللي هو بقى الانواع الساحلي الصحراويه والحاجات دي. وده كده كان كوبري وسلاحف، وكمان ده كان الجربوع يا جماعه، بس عمال يتنطط ويتجربع بجد، كان باين عليه انه جربوع يا جماعه بجد. المهم هنا بقى ده خفافيش يا جماعه، بجد انا كنت مرعوبه منه قوي، بس كان نفسي اشوف الخفافيش اللي بتاكل اللحم. وده زقزق عادي، معرفش مسمينه اسم غريب. ودي كده القطه البريه، وده برضو تقريبا تعبان كوبرا. وهنا بقى التماسيح دي عيشتهم رايقه قوي، بس يطلعوا من الميه يستقنيسوا وبعد كده ياكلوا وينزلوا الميه. يا سلام على حياتهم بجد يعني يا جماعه. ودي كانت سلاحف نونو كده، كانت شكلها كيوت قوي قوي قوي. وهنا بقى كان بيت الطيور، وده الطاووس.